انصاف لو كانت قدمنا الشركه شركه سيف للادويه يعني المخابر هذه. احنا توا في الشركه العربيه للصناعه الصيدليه سيف اللي هي متخصصه في صنع الدواء للانسان. الشركه هذه موجوده على مساحه قرابه 5 هكتارات، تضم حوالي المصنع 550 عامل، بالنسبه للاداره نتاع البروموسيون فيها حكايه 60 عامل. العمال هذوما ريبارتي ان 4 مغازان، عندنا 4 مغازانات، هي المغازان نتاع النوبيتا لاكتامين فورم سيش انجكتابل، مغازان دي سيفالوسبورين، مغازان دي بينيسيلين، اي مغازان برودوي فيني اللي تلقى فيها لي برودوي فيني نتاع لي فورم الكل. وعندنا 4 يونيتي دو برودكسيون اللي هي لونيتي دو برودكسيون نتاع النوبيتا لاكتامين فورم سيش، وعندنا وحده انتاج الانجكتابل نون بيتا لاكتامين، واليونيتي دو برودكسيون دي سيفالوسبورين، اي يونيتي دو برودكسيون دي بينيسيلين. هذوما زوز فورم سيش. وابار لي ماغازان عندنا دو لابو، لابوراتوار دو كونترول فيزيكو شيميك دي نون بيتا لاكتامين اللي فيها فيزيكو شيمي اي ميكروبيو، ولابوراتوار دو كونترول دي بيتا لاكتامين اللي كيف كيف فيها فيزيكو شيمي اي ميكروبيو. وبالطبيعة عندنا الديريكسيون دي كوميرسيال، عندنا ديريكسيون دي فونت دي اشا اي ريسورس هومان. هذوما الديريكسيون الموجودين في المصنع الكل. هذه اللينيه دو برودكسيون دي نون بيتا لاكتامين فورم سيش وانجكتابل زوما معاهم. هنا موجود المغازان دي ماتيير بروميير ودي اسيو بريمير نتاع نون بيتا لاكتامين. من غادي كنلقاو المغازان دي سيفالوسبورين معها لونيتي دو برودكسيون دي سيفالوسبورين، وفي الاخر بكل نلقاو المغازان نتاع بينيسيلين ومعها لونيتي دو برودكسيون دي بينيسيلين. من هون عندنا الاداره. مدام انصاف، يعني المسؤوليه الاجتماعيه للشركه واهتمام مخابر سيف للادويه بالجانب هذا. مخابر سيف تهتم بالجانب الاجتماعي وراحه العمال هوني، هذاك علاش عاملين هوني ان كونتين معناها سور بلاس باش البيرسونيل الكل كسوا يفطر في الكونتين، والا مهيئه بالكدا باش يجي فطور من الدار ويفطر في الكونتين في ظروف باهيه. ابار سا عندنا معناها كوميتي تتعمل ديما بين سي سي او والنقابه، الغايه نتاعها انها تحسن المناخ الاجتماعي في شركه سيف، انها تنظم رحلات لبرشا اماكن، تعمل دي كونفونسيون مع وتلا مع كلينيكات مع دي اجونس دو فواياج مع بونوك، معناها نعملوا رحلات باغ اكزومبل مراكز ترفيهيه كيما كارتاجلاند وكل. هذا يعني كل غايه منه. خدامه شيخين هون. اي شيخين. يعني مرة ما نقولهم حاجه معناها ان شاء الله القدام ان شاء الله تتحسن الامور وديما نفركسوا في حاجه اصلح للعمال معناها باش نحسنوا لهم المناخ الاجتماعي بصفه عامه. احنا توا موجودين قدام الكونتين نتاع شركه سيف. هوني البيرسونيل بوزك نخدموا اون 3 بوست دونك تلقى من 11 يعني 24 ساعه ل 24 ساعه 24 خدمة. على 24 خدمه معناها نبداو لي زوغيغ نتاع الفطور من 11 ونص تاع الصباح حتى لساعتين حسب لي زوغيغ نتاع البوستي. احنا توا موجودين قدام وحدة إنتاج البينيسيلين اللي معاها لابوراتوار بيتا لاكتامين. الوحدة هذه مدخلوا لهاش ذوي الحساسية للبينيسيلين، ديجا سي انديكي. توا البينيسيلين تقريبا اللي موجود في تونس الكل هو معناها من صنع سيف ولا؟ بورسنتاج كبير. بورسنتاج كبير. اي بورسنتاج كبير تصنع فيه شركة سيف. نجمو نشوفو. اي.
انصار احنا موجودين تقريبا في صلب وحده انتاج مخازن الادويه. هذه لونيتي دو برودكسيون دي بينيسيلين فارمسيش. هوني نصنع في 2.5 مليون دونيتي دو فانت بار ان. عندنا 4 فورم اللي هما لي فلاكون لي ساشي لي جيلول اي لي كومبريمي. هذو هما لي 4 فورم اللي عندنا. parmi les produits نصنعوهم عندنا سيفوكسيل 500 سيرو. هذا سيفوكسيل سي ان برودوي بور انفون, سي ان سيرو سيرو سيك بيان سور. اون بارل توجور دي انتيبيوتيك. وعندنا السيفوكسيل 500 جيلول هذا بور لي ادولت. هذه وقت الانتاج تاعها معناتها لازم نشوفوا معناتها كيفاش. اي هذه هي السنترال دو توزي وين اللي توزن لي برودوي. نتركوا نشوفوا هناك لاكسي هوني يزن ندخلوا دي كومبينيزون. ما احنا في شنو المرحله هذه؟ هذه اليونيتي دو بيزي نتاع البينيسيلين. دونك هوني ناخذوا المواد الاوليه من المغازه اللي هي سبيسيفيك لليونيتي دو برودكسيون دي بينيسيلين. وهوني في السوفلو لامينير في سنترال دو بيزي يصير البيزي نتاع لي ماتيير قبل ما يدخلوا للتصنيع. يصير البيزي فيا ان لوجيسيال اللي هو يخلينا نوزنوا بطريقه دقيقه لي ماتيير الكل ما غير ما تصير حتى ريسك نتاع اي ايرور. وبعد مرحله ثانيه يصير التثبت اللي الماتيرات اللي توزنوا كلهم لي كونتيتي صحاح ولي زيتيكيت صحاح قبل ما يدخلوا للبرودكسيون. احنا توا في زون دو برودكسيون دي بينيسيلين. هوني نلقاو بليزيور لوكو دو برودكسيون اللي هما الغرانولاسيون لا كومبريسيون رومبيساج جيلول رومبيساج سيرو مي سوبليستير بيليكولاج و ميلانج. دونك نلقاو بليزيور اكيبمون هوني. وعندنا بيان سور ان ترافاي بوستي اون برودكسيون. عندنا جماعه يخدموا 6 ساعتين وساعتين ل 10 و 10 ل 6 تاع الصباح. اون ترافاي اون ريجيم 24 اور. دونك هوني باش نشوفوا لي لوكو دو برودكسيون لي زيكيبمون كيفاش يخدموا الماكينات. وميم طون ديجا فنخلطوا على لو دوزيام بوست باش نشوفوا ديماراج دو برودكسيون دوزيام بوست. مادام احنا نشوفوا الماكينات هذوما جدد مغلفين ولا لا؟ لا احنا البروسيدور دو نيتواياج تاعنا تقول بعد نيتواياج تاع كل ايكيبمون ايميدياتمون بعد السيشاج تاع ليكيبمون يصير ان فاردولاج نعملوا ان فيلم تيرافي باش يقعد ليكيبمون اون بون ايتا ويقعد بروبر. En cas de transfert, il y aura d'équipement vif. En plus, on a une validité de nettoyage. On a un nettoyage, on a une validité. Une fois à tout, on refait le nettoyage. C'est valable pour tous les équipements de production. On a plusieurs types de nettoyage. Nettoyage mineur, la majeure, la critique. Selon le type de nettoyage, tout le monde a une validité. لوكال دو بيليكولاج باغ اكزومبل. هذايا لي كومبريمي بعد ليتاب دو كومبريسيون يصيرلو ان بيليكولاج اللي هو يتعمل فيلم على الكومبريمي. ساعات تشوفو دي كومبريمي كولوري وكل الفيلم هذايا ليتيليتي نتاعو باش دو بروتيجي لي كومبريمي كان يبدا في ان غو امير ولا يبدا تيرمو سونسيبل ولا فوتو سونسيبل بور بروتيجي لو برودوي. Et عنده un rôle bien déterminé. Donc, il y a une turbine pour faire le pelliculage. Donc, faire bien sûr un automate, c'est la cuve de préparation. On a la turbine. C'est une machine automatique. هذه تعمل برودكسيون دي بليستير. دونك لي جيلول اللي كنا بحذاها توا يعمل في الجيلول
هذاك قيس اللي في اللوكال اللي غادي يعني في جلول يجيو هكا هوني نعملوا اليمونتاسيون تاع جلول في التريميه هذيك يهبطوا في الراية هذيا فما بي في سي هوني يهبطوا في بلايصهم فما مول غاديك تعمل فورماسيون دي زالفيول هذوما بعد يتعدى من هوني يتحط الالومنيوم اللي دا فيه مكتوب ديزينياسيون دو برودوي ودوزاج وكل يتحط فوق كوش تاع الومنيوم يصير هونيا يلصقوا في بعضهم كما ترى هونيا في الاستاسيون دو دومبوتيساج يلصق الالومنيوم على البي في سي تعدى استياسيون دو كوب هذيا اللي تقصهم هوني بخي دي كوب وهوني الكوب الكوب هذيا تقص لي بليستير هذا سي فوكسيل 500 جيلول سي ان انتيبيوتيك هذيا تاع غريجم دونك هكا يخرجوا لي بليستير برا سي الكونديسيونمون تاعهم برا يتحطوا في البواط ونحط لهم النوتيس كما ترى